خليني ابدا بماتش مازيمبي معاك. فوز عريض، وان كان الحقيقه مع الرأفة من وجهه نظري كنت شايف الاهلي يقدر يخرج من الماتش ده بسكور، لكن سيبك من النتيجه لانه النتيجه في النهايه هترجمها بالتاهل للمباراه النهائيه وده الاهم بالنسبه للجمهور. لكن خليني اكلمك على مستوى الاداء، ازاي شفت اداء النادي الاهلي لمباراته الاخيره مع مازيمبي؟ ايه اللي عجبك؟ ايه النقاط الايجابيه اللي تقدر تبني عليها وانت رايح خلاص لمباراتين فاينل في مواجهه الترجي؟ هو انا في المباريات اللي هي اللي بتبقى سيمي فاينل وداخل على الفاينل دي بتتكلم زي ما بنتكلم دايما قبل اي مباراه من دي، بتتكلم على شوطين، هو الشوط الاول هناك مباراه الذهاب والشوط الثاني اللي بيبقى في مصر، ان المباراتين مرتبطين ببعض. اعتقد ان مستر كولر اتعامل بذكاء شديد جدا في المباراه اللي كانت خارج الملعب مع فريق مازيمبي، وخصوصا بتتكلم ان فريق مازيمبي قد يكون بقاله 3 سنين بعيد عن المشهد دوت، لكن فريق قوي عنده انياب. كل الفرق اللي لعبت قدامه على ملعبه اشتكت وعانت، يعني طبعاً. يعني ما فيش فريق في افريقيا كان قوي، كان صغير، كان حديث العهد، كان صاحب تاريخ، لعب في 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 كونغو قدام مازيمبي ما 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 اشتكاش او ما عانيش الحقيقه. عشان كده انا بقول ان نتيجه التعادل هناك مع مازيمبي دي انا بشوف ان هي كانت نتيجه ايجابيه، دي سهلت عليك حتى المباراه اللي في مصر، لكن ما كنتش برضو تدي الاطمئنان لفريق مازيمبي، لان فريق مازيمبي ارقامه كويسه، فريق مازيمبي عنده انياب هجوميه زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب، فريق مازيمبي عنده مفاتيح لعب. فرق من الفرق في افريقيا فرق الرخمه بلغه الكوره كده، ان هي هتصعب عليك ان انت يبقى عندك مساحات ان انت تقدر تلعب عليها، هتقفل عليك من على جنب الملعب، ليها قوه هجوميه بشكل كبير، ارقامها زي ما بقول لحضرتك بتقدر تحرز اهداف صعبه جدا على ملعبها ان انت تقدر تحرز فيها هدف، وده ظهر مع النادي الاهلي. لكن برضو يحسب للخط دفاع النادي الاهلي والطريقه اللي لعب بيها مستر كولر التوازن بين الدفاع والهجوم، قدر الراجل ده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما قبل المباراه اللي هناك وقبل المباراه اللي هنا، طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف في خصوصا المباريات دي انت ممكن تجيب هدف في اي وقت، وده اللي ظهر ده اللي ظهر عليه فريق النادي الاهلي في مباراه العوده، ان انت خلاص طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف وقدرت تدافع بشكل كويس، يمكن بغض النظر عن الهدف واللي اتلغى من لمسه اليد، اعتقد ان بعد الكوره دي بالذات الهدف ده لما جه كان مصدر فرحه لكتير قوي، في ناس كتير اتكشفت وبانت في لا انا ناس جنبي اتكشفت، يعني في ناس جنبك انا مش مصدق بصراحه. انا بصراحه جالي حاله ذهول لما انا ببقى قاعد بتفرج وناس كتير قاعده بتتفرج، بان ايه الغل ده وايه الفرحه دي، ان انت فبديت ابص للناس دي كده ايه اللي هو ايه، يعني مش فاهم يعني انت اي حد قصاد ان الاهلي بيتشجع يعني بس للدرجه. بس ده طبيعي، هقول لك ليه، هو طبيعي ومش طبيعي. اللي مش طبيعي انك تشوف نادي مصري وتشوف ولاد بلدك بيلعبوا وشايلين اسم مصر قبل ما يكون شايلين علم ناديهم وتفرح انه حد تاني يكسبه، لكن الطبيعي برضو لانه بيني وبينك برضو ما هو حاجه يعني مصدر كبير جدا مصادر الاحباط انه ما يبقاش في حاجه منوره غير الاهلي، يعني هو الاهلي على طول اللي بيفوز بالبطولات، هو الاهلي على طول اللي بيلعب في كاس العالم، هو الاهلي على طول هو اللي بيكسب ابطال القارات، هو الاهلي على طول اللي ياخد لقب افريقيا وصاحب الارقام القياسيه، مش بس في كره القدم، يعني ما تعكننش علينا في كره القدم، انت رايح تلعب كاس عالم فولي، ورايح تلعب كاس عالم فوتبول، ورايح تلعب كاس عالم هاندبول، وان شاء الله رايح تلعب كاس، فده الى حد ما برضه ضغط ضغط ضغط، لازم الناس الضغط يولد ايه يا ابو حميد؟ الانفجار. فلازم اللحظه دي ينفجر فيها الناس كلها. لا انا اصل انا بحط نفسي في يعني حطيت نفسي في مواقف. لا ما ينفعش. انا اقول لحضرتك انا حطيت نفسي في مواقف كتير جدا وكنت براعي شعور لا انت بتراعي يعني شعور، لانك انت الفوز بالنسبه لك ما فيهوش حاجه جديده، انت الفوز ده بالنسبه لك هو الطبيعي، العادي او الاستثناء انك ما تتوجش، ما تفوز بلقب، ما تفوز في بطوله، انت راجل شبعان بطولات. لكن اللي بيبقى محروم دايما من البطوله هو دايما اللي بيبقى مستني لحظه الفرحه دي، ولما ما بتجيلوش بيبقى مستني لو مش قادر انا افرح على الاقل الغريم التقليدي او المنافس بتاعي هو كمان ما يفرحش. فاهم؟ فاهم المنطق؟ انا مش بكلم حضرتك في سنه او اتنين او تلاته براعي شعور الفريق الخصم، يعني انا بكلمك في 24 سنه انا مراعي في شعور الجانب الاخر، حتى في رده فعلي. أيوة. لكن انا من جوايا طبيعي، اي فريق هيمثل مصر، اي فريق هيشرف مصر بلغه الكلمه، انا اكيد هبقى داعم ليه بشكل كبير.